بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم هي السيربسيبلتي أو خدمية المنشآت الخرسانية. المعروف الثابت في تصاميم المنشآت الخرسانية، يتم تصميم المنشأ على مبدأين. المبدأ الأول هو السيفتي، يعني الأمان، يعني أنه المنشأ يصمم أنه قادر أن يتحمل الأحمال الخارجية سواء فلكتشر أو شير أو تورشن. وبعد أن يتم تصميم هذا المنشأ أو المنبر أو الجسر أو العمود أو السلاب لمتطلبات السيفتي اللي هي البيندنج مومنت والشير والتورشن، يتم بعد ذلك تدقيق التصميم مع متطلبات السيرفيسيبلتي أو متطلبات الخدمية اللي هي الكراك كنترول والديفليكشن كنترول. يعني بعد أن يتم تصميم الجسر اللي يتحمل البيندنج مومنت ويتحمل شير فورس ويتحمل تورشن وتثبيت ابعاد الجسر وحديد التسليح، يتم الان الانتقال الى مرحله سيرفيسيبلتي تشيكينج اللي هي نشوف انه توزيع حديد التسليح يلبي متطلبات الكوت الكراك، وبنفس الوقت الديفليكشن ضمن الحدود اللي مخليها الكوت. فهذا الفصل راح ينقسم الى قسمين، هو الكراكن كنترول والديفلكشن كنترول. حقيقه بسبب الظروف وضيق الوقت راح الكنترول اوف كراكنج راح يترك هذه السنه، والمحاضره واضحه موجوده قدامكم، ممكن الطالب يطلع عليها، متطلبات سهله جدا. وعاده شغلنا التصاميم اللي معتمده حاليا تلبي متطلبات الكراك كنترول. سوف يتم التركيز على الديفليكشن كنترول في هذه المحاضرة. طبعا بشكل عام السيرفيسيبلتي تعتمد على الإلاستيك ثيوري. يعني شنو؟ يعني احنا نبقى باللينير إلاستيك، يعني قوانين الام سي اوفر اي تشتغل. يعني اللي اخذناه بداية الكورس الكراك سكشن والانكراك سكشن راح نعيد على نفس القوانين ونستفاد منها في حساب الديفليكشن. ومن نقول سيرفيسيبلتي يعني نستعمل السيرفيس لود، يعني اللود الحقيقي بدون ال 1.2 للديد لود وبدون ال 1.6 لللايف لود. فبهاي المحاضرة، محاضرات السيرفيسيبلتي سواء الكراك كنترول او الديفليكشن كنترول، ننسى الفاكتور للود، اللود يبقى على حاله سيرفيس لود. هاي نقطة جدا مهمة. نروح لما اسلفنا سابقا، الجزء الاول كان كنترول اوف لكتشر كراكينج، ولكن راح نتركه بسبب الظروف اللي يمر بها البلد بسبب كورونا. راح نتوجه للجزء الثاني اللي هو الكنترول اوف ديفليكشن. طبعا تكمن أهمية اهتمام الكود والمصممين بالسيطرة على الديفليكشن عدة أسباب. أولا انه لو الديفليكشن العاليه للجسر على الروم، بعض الاحيان وجود الديفليكشن ما ياثر على سلامه المنشأ، يعني على يصير ديفليكشن بالميم من ناحيه السيفتي موجوده، ولكن الخدميه تتضرر. فمثلا اذا نتخيل الجسور اللي على جدران الطابور، اذا يصير فيها ديفليكشن عالي بالنص راح يسبب انه الجدار يصير فيه تشققات، هذا يعتبر فشل خدمي. كذلك الديفليكشن العاليه لللنتل تخلي او الشبابيك والبيبان تبوط او حركتها تصير صعبه. بعض الديفليكشن خاصه بالسلاب يصير السقف كله هاطل، فهذا يسبب شعور للبيت انه او للمنشا شعور نفسه ان المنشا غير امن. فاذا هذه الامور تتطلب انه بعد ان يتم تصميم المنشا للسيفتي يكون الديفليكشن ضمن الحدود المقبوله، اللي لانه الديفليكشن العاليه غير مقبوله انشائيا ولا معماريا. فهنا بالاي سي اي كود متطرقه للسيطره على ديفليكشن ابروش ديفليكشن كنترول. الطريقه الاولى اللي هي يسميها المينيمم ثيكنس ابروش. يعني شنو؟ عندنا طريقتين. هذه الطريقه يعني احنا نتجنب نسوي حسابات ديفليكشن، بس نتاكد انه الديف الاتش للبيم ضمن المتطلبات اللي يريدها الكود. الكود راح يعطي اتش مينيمم، اقل عمق اللي حق اللي يطلبه الكود. اذا كان عمق البيم المستعمل اكبر من الاتش مينيمم فيعتبر هذا البيم امن من ناحيه الكراك كنترول. طبعا هاي الحاله
لا مو دائما التساؤل، فقط الهاي اللي مسميها الكود، هذا المصطلح. For beam not supporting or attached to partitions or other constructions likely to be damaged by large deflection. يعني ان هاي الحالة للجسور اللي ما شايلة لا partition ولا امور حساسة للدفلكشن. إذا هيش البيم يعني ما شايل مثلا ما نقول مسقفات أو أكو سقف ثاني وراها ما تتأثر بالديفليكشن، فالكود يسمح لنا نستعمل هاي الطريقة السهلة اللي هي نحسب الـ H minimum يعطينا كل حالة راح نشوفها ونقارن وياها. فإذا هاي الطريقة ما بها حسابات وإنما فقط الديبث للبيم نختاره أكبر من الـ H minimum اللي منطيه الكود. فالـ H minimum للكود طبعا هاي فقرات الكود الذاكرتها ينطبق على البيم وعلى الون واي سلاب. اذا كان البيم سمبل سبورتد، هذا مثلا سمبل سبورتد وهذا الاير سنتر تو سنتر، فالـ H minimum للبيم اللي راح ناقص هذا العمود ان بيم هو اير على 16، اير على 16. إذا one end continuous وسمينا هاي end غير discontinuous، هاي end continuous one end continuous، ال H minimum هو L على 18.5. إذا two end continuous فال H minimum هو L على 21. بال cantilever ال H minimum هو L على 8. طبعا هنا هاي كل القيم إذا كان الـ FY أكبر من 420 نضربه بهذا الفاكتور. فإذا هاي الطريقة تسميها Minimum Thickness Approach. فإذا عندنا جسر مثلاً الـ Simple Supported 116 متر فرضاً، إن شاء الله تعرف يطلع الكسر مضبوط 16 متر، ف 16 على 16 يجب ان يكون depth يعني الاتش للبيم 1 متر حتى يلبي متطلبات الكود للديفليكشن. الطريقة الثانية واللي هي دائما تستعمل بالحسابات هي الماكسيموم اللوبل اوف بيرميسبل ديفليكشن ابروتش. هنا شنو اذا كانت طبعا الحالة لما شنو لما البيم اتاتش to partition or structure اللي هي ممكن أن تتأثر باللارج ديفليكشن. فهنا شنو بهاي الطريقة نروح نحسب الديفليكشن بالطرق الاعتيادية اللي نستعملها بالستركتشر، ولما يطلع لنا الديفليكشن طرق الستركتشر نقارنها ويا الليمت اللي منطيها الكود. فإذا كانت الديفليكشن أقل من الليمت اللي ينطيها الكود فأوكي، إذا لا والله كان الديفليكشن أكبر من الليمت نروح نسوي تغييرات بالبيم، ممكن نغير ابعاده، نزيد الاتش او نزيد البي الليمت اللي ينطيها الكود. فاذا الطريقه الثانيه واللي هي اللي بها حسابات كثيره، الطريقه الثانيه نحسب الديفليكشن من الالاستيك اناليسيس، يعني الطرق اللي نستعملها قوانين الديفليكشن اللي نستعملها بالستركتشر راح تطلع لنا ديفليكشن، نقارنها وي ليمت نطيها الكود. إذا الديفليكشن أقل من الليمت أوكي، إذا أكبر من الليمت نوت جود. الليمت اللي ينطيها الكود ذني طبعا هذا أول واحد يعتبر فلات روف بصف رابع، أنا بصف الرابع أنا كل شغلنا على الفلور اللي النقاط الثلاث الأخرى. عندنا أول ليمت هذا طبعا لللايف لود، هذا الليمت الأول شوف immediate or instantaneous deflection due to live load. فهنا immediate deflection للlive load نحسب ونقارنها ويا R على 360. طبعا هاي المن الى ننسى that to be damaged، هاي اللي ممكن انت not floor not supporting or attached to ننسى structure element that to be damaged by large deflection. هذا الليمت الاول للlive load. هنا للود للديفليكشن الكليه يعني اللي راح ناخذها الشورت تيرم واللونج تيرم الكلي، مره اذا كان سبورتنج يعني بارتيشن حساسه للديفليكشن ال على 408، اذا لا والله مو حساسه للديفليكشن ال على 240. فنقارن، فاذا دائما نقارن ال على 360 لللايف لود
نقارن واحدة من ذولي مع الديفليكشن الكليه اللي هي شورت تيرم ولونج تيرم. فاذا قبل لا نروح للحسابات الطريقه الثانيه انه تعتمد نحسب الديفليكشن من الالاستيك، وانا هسه نرجع شلون نحسبها ونقارنها واذا الليمت. قبل لا نروح للحسابات راح نستذكر الطريقه الاولى هي طريقه المينيمم ثيكنس ابروتش. قلنا هنا بهاي الطريقة إذا كانت بما متصل بارتيشن حساس للديفليكشن نضمن إنه الديف للبيم الاتش أكبر من ذني الاتش مينيمم، فبعد ما نحتاج نسوي حسابات للديفليكشن. وراح ناخذ مثال هنا شوفوا قدامكم. هذا الإكزامبل يقول فور ذا بيم شون، هاي عندنا أربعة خمسة بيمز. What is the minimum depth that satisfies ACI code requirement for deflection control؟ طبعا هنا يقول يعني ايش قد ال H minimum. انا هسه طبعا لو سابقا تذكرون مشان نصمم الريفلكتشر كان الحاكم عندنا السترين، هسه هنا ال H دخل متغير جديد هو الديفلكشن. فهسه اذا طول عندي من الاسمان ممكن اخمن ال H اللي اقل اتش، يعني لازم الاتش اللي اخليه اكبر من الاتش مينيموم اللي يطلبه الكود. فراح نروح هسه اول بيم هو سمبل سبورتد بيم السبان مالته 12 متر. ال 12 متر من التيبل نلاحظ ان الاتش مينيموم للسمبل سبورتد بيم هو ال على 16، فالال 12000 مليم على 16 يطلع لنا 750. فهنا لازم الاتش لهذا البيم لا يقل عن 750 مليم. البيم الثاني كانتليفر من التيبل لاحظ ان الاتش مينيموم هو ال على 8، ف 4000 مليم على 8 وهنا 8 غلط يطلع لي 500 مليم، فهنا لازم اقل شيء للفضاء هو 500 مليم. هذا البيم احنا نلاحظ من جهه واحده مستمر، منا ما مستمر، منا من جهه واحده مستمر، ف وان اند كونتينيوس ال H minimum L على 18.5 وال L هو 7000 على 18.5 يطلع لي 379. البيم الرابع لاحظ 2 end continuous، فال H minimum L على 21 ف 8 على 21 يطلع 381. انا شوي هنا اريد اركز بهذا بالحاله براكتيكال. هنا عندنا مثلا كونتينيوس بي، فنلاحظ الفضاء ال 5 متر هسه اريد احسب الاتش مينيموم. الاتش مينيموم اخذ لل 5 لل 4 لل 6. هنا نلاحظ انه الفضاء الاول اللي هو ال 5 متر وال 4 متر اثنيناتهم 1 اند كونتينيوس، يعني يشبه هاي الحاله، يشبه هاي الحاله. نروح للفضاء 5 متر من نهاية الاند ديسكونتينيوس، فد نهايه هي مستمره، فنلاحظ هاي هم نفس الشيء فد نهايه مستمره، فاكيد ناخذ الفضاء الاكبر. هنا 4 وهنا 5 اللي يحكون من عتين الخمسه، فنقول فور اكستيريور سبان ناخذ الفضاء ابو 5 متر 1 اند كونتينيوس، فالاتش مينيموم الهجقد نفس هذا ال على 18.5 والال هجقد هو 5000 على 18.5 يطلع جقد 271. هسه الفضاء الداخلي دائما الفضاءات الداخليه هو 2 end continuous واللي يحكمنا L على 21 والفضاء هو 6 متر و 2 end continuous فيطلع لنا L على 21 6000 على 21 يطلع 286. هسه هذا الفضاء للاسبان الخارجي يطلع عليه اقل ديف هو 271 وللداخلي 286. طبعا هو جسر واحد فنختار الاكبر، فاكيد نقول الاتش مينيموم هذا الجسر ككل هو 286. طبعا لا نروح بس تنويه للكامبر، كمهندسين نعرف باللونج سبان خاصه الجسور مرات الديفليكشن بسبب الديت لود عاليه، فيخلون اول ما يصبون المنشأ يخلون به تقوس، هذا التقوس يسموه كامبر، حتى من تجي الاحمال او الحمل الميت على الاقل يرجع طبيعي فيبقى الدور الديفليكشن فقط لللايف لود. هاي معلومه خاف تمر عليك. هسه الشيء المهم هو حساب الكالكوليشن اوف ديفليكشن، هي طبعا يعني الطريقه الثانيه.
الطريقة الأولى فقط نشيك اتش مينيموم، هنا هاي الطريقة لا بها حسابات. طبعا الكالكوليشن اوف ديفليكشن بالكونكريت ستراكشر يختلف عن الستيل، يختلف عن الالومنيوم، بسبب طبعا الكريب والشرينكج. فشوف احنا هسه مثلا الستيل عليه حمل معين، هسه الحمل ورا ساعة ورا عشرة ورا نجي كذا شهر، هو ما من الماتيريال ثابتة، يبقى نفس الديفليكشن بسبب الحمل فقط. لكن بالكونكريت لما الحمل موجود الديفليكشن تزداد على الرغم انه الحمل ثابت، واللي انت تذكروها بسبب الكريب والشرينكج وطبعا مرور الوقت. يعني هنا باول ايام الديفليكشن شكل، نجيها ورا سنتين نلقاها يجوز صايره ضعف بسبب الكريب والشرينكج. فلهالسبب الامور من نحسب الديفليكشن بالكونكريت مو مثل ما نحسبها للستيل او للخشب او للالومنيوم. فعندنا instantaneous أو immediately أو short term deflection اللي بسبب الأحمال الخارجية، وعندنا long term deflection اللي بسبب الكريب والشرينكج. فالدفليكشن الكلية راح تصير دلتا I اللي هي short term زائد دلتا long اللي هي long term. ولهالسبب من نحسب الدفليكشن لازم نحسب يا وقت، نحسب برا سنة، بعمر سنتين، بعمر 5 سنوات، بعمر 10 سنوات، لأن هنا الوقت مهم جدا للكريب والشرينكج واللي يأثر على الديفليكشن. وكما قلنا الموضوع تأثير الكريب والشرينكج مو هامشي، مرات يصير ضعف الديفليكشن اللي بسبب الأحمال. فإذا من نحسب الديفليكشن هسه نحسب short term deflection ونحسب long term deflection، والتوتال هي short زائد long term. اول حسابات الاميديت ديفليكشن او الشورت تيرم، هنا هي هاي اللي قلنا ناخذها من الستراكشر، هي هاي الالاستيك اناليسيس. ان راح نحفظ فقط للسمبل سبورتد بيم والكانتيليفر، انت تعرفون السمبل سبورتد بيم الديفليكشن اذا يونيفورم لود هو 5 دبليو ال اس ال 4 على 384 اي اي. إذا concentrated load deflection طبعاً الماكسيموم deflection اللي هي بالنص PL تكعيب على 48 AI، وأنا المفروض متحافظيها. إذا كان deliver عليه uniform load deflection اللي هي طبعاً بالإند أعلى شيء WLS 4 على 8 AI، وإذا كان concentrated load هي PL تكعيب على 3 AI. فإذا short term deflection أو immediate deflection هي الديفليكشن اللي نحصلها من الاستيك اناليسيس من قوانين الستراكشر. لو لاحظ الطلاب هسه لاحظ هاي القوانين، لاحظ ان البي او اللود معروف هو معطى بالسؤال، الاسبان معطى، الاي هو 4700 جذر أبصر سي برايم. راح يصير هذا الجزء من الحسابات فقط حساب الاي، طبعا حساب معقد. الان هو الآي هذا فقط بحسابات مطولة لهذا الموضوع. طبعاً ليش حسابات مطولة للآي؟ الآي كما تعرفون طلاب هذا البيندينج مومنت، فبالمناطق اللي قريبة للماكسيموم بيندينج مومنت راح يصير التنسايل ستريسز أكبر من مودولس أوف ربتشر، فيصير عندنا كراك. بس كل ما نقترب للسبورت البيندينج مومنت يقل، فيبقى هذا المقطع انكراك. فهنا المقطع كله يشتغل، هنا لا، جزء من المقطع ما يشتغل. فشلون نحل هاي المشكله؟ راح نستعمل الايفكتيف مومنت اوف انيرشيا. فبعد هاي القوانين بعد ايش نستعمل؟ ما نستعمل الاي واحده، نستعمل اي سب اي اللي هو ياخذ بنظر التاثير هذا الشيء، مناطق بيها كراك ومناطق ما بيها كراك. هذا القانون مالته هذا قدام الام كراك بي على ام ماكسيمم. طبعا الماكسيمم هو يعني اللي بسبب الاحمال الخارجيه، اذا مثلا سبل سبورتد بيم هو دبليو ال سكوير على 8. الام كراك تذكرون هذا اخذناه بدايه الكورس، هو الاف ربتشر، القانون عندكم في الاي جروس على الواي تي، انه الاي جروس هو الشكل المومنت اوف انيرشيا للمقطع الكونكريتي اذا نحمل حديد التسليح. بقى عندنا اي جروس واي كراك.
الايجروس حكينا قبل شويه، ناخذ المنشأ ككل كانما ماكو حديد تسليح، يعني ما لا عندنا حديد تسليح يحمل لا ان اي اس ولا واحد ناقص واحد في الاي اس. يبقى عندنا الاي كراك، هذا الاي اللي بيه المقطع صاير كراك، يعني اللي كنا نسميه الكيدي اللي بالكومبريشن اكو كونكريت وبالتنشن فقط حديد التسليح. فنحسب اي جروس ونحسب اي كراك ونطبق هذا القانون ونحسب الاي اي. هاي الاي اي يجب ان تكون اقل من الاي جروس، يعني اذا طلعت الاي اي اكبر من الاي جروس جد ناخذها اي جروس. هاي للتذكير الاي جروس شلون نحسبه. الاي جروس كما قلنا المقطع ناخذه فقط الكونكريت، يعني حديد التسليح نهمله ما له اي تاثير، نحسب له المومنت اوف انيرشيا على السنتر مالته. الاي المومنت اوف انيرشيا للكراس كراك سكشن لو تذكرون هو اوبل كي دي اللي فوق الكونكريت ومنطقه التنشن حديد التسليح مضروبه اللي مقدارها ان في اي اس. اذا حتى لا تتشتت الشك يصير تشتت الافكار مالتنا طلاب، لما الجزء الاول اللي هو شورت تيرم ديفليكشن هو من قوانين الانشاءات، هاي القوانين القدام اللي لازم تحفظوها لهاي الحالات الاربعه، واللي قلنا اللود معطى الاسبان معطى الاي معروف فقط نحسب الاي. هاي القوانين النقص عندنا الوحيد هو الاي، والاي قلنا راح نحسبه نسميه الاي افكتيف. هذا قانونه، نحسب الاي جروس مثل هذا الشكل، نحسب الاي كراك من هذا الشكل، الماكسيموم بيندنج مومنت، ونحسب الام كراك من هذا القانون، ونحسب الاي اي. من حسبنا الاي اي بعد مباشره كان نطبق قوانين الالاستيك اناليسيس اللي هذا اللي قدامنا. اللونج تيرم، قانون اللونج تيرم هو فت فاكتور مضروب في جزء من الشورت تيرم ديفليكشن. هاي الاي اس هي ايميديت ديفليكشن ديو تو سستيند لود، يعني اللود الثابت اللي ما يتغير هواي. هذا السستيند لود دائما الديد لود جزء من عنده، واللايف لود مرات 20 الى 25 ومرات تاخذه صفر. فاذا هذه الدلتا اي اس هي ايميديت sustained load immediate deflection due to sustained load، هذه فقط للديد لود زائد جزء من اللايف لود يعطى بالسؤال 10 20% صفر، ونضربه بهذا الفاكتور. هذا الفاكتور فاذا على هذا حكينا الدلتا لونج تيرم هو هذا الفاكتور في الدلتا ايميديت للديد لود زائد الدلتا ايميديت اللايف لود مضروبه في فاكتور، هذا الفاكتور ممكن 20% 25% يعطى بالسؤال. هذا الفاكتور اللاندا هو زيتا على 1 زائد 50 بالرو برايم. هاي الزيتا من هذا يعتمد على العمر، ان الوقت مهم هنا. فاذا بعمر شهر نص، بعمر 3 اشهر 1، بعمر 6 اشهر 1.2، بعمر سنه 1.4، بعمر سنتين 1.7، عمر 3 سنوات 1.8، عمر 4 سنوات 1.8، بعمر 5 6 10 100 ناخذ 2، لان بعد ال 20 كجولي قريب اخذ قراره. هنا الرو برايم الرو داش، هاي شنو الرو برايم؟ هاي حديد التسليح اللي موجود بالكومبرسيف سون، اي اس برايم على البي في الدي. بعدين فاذا من هذا القانون نحسب الدلتا لونج تيرم، من هاي القوانين حسبنا الدلتا شورت تيرم، فالدلتا الكلية راح شو يصير مجموع ذن الاثنين الشورت تيرم واللونج تيرم. فاذا توتال ديفليكشن هي اللونج تيرم شورت تيرم ديفليكشن زائد لونج تيرم ديفليكشن، فدلتا ايميديت زائد دلتا لونج تيرم. هذا الجزء، ان شاء الله الجزء الثاني راح ناخذ به حل مثال. وشكرا جزيلا على حسن الاصغاء.